فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المساجد تكون الصلاة فيها في الطابق الثاني ويكون أسفلها دورات المياه أكرمكم الله، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ لا بأس ما دام في سطح محجوب عن دورة المياه بسطح ما يخالف. لو صليت على بالوعة مسقوفة وصليت على سطحها ما يخالف، لوجود الحائل بينك وبينها. قالوا: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صلى فيها كره وصحت الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، هذا عند الحاجة، إذا صار المسجد يضيق صلوا على سطح الحمام أو على سطح البالوعة ما خالف، لا بأس. نعم.